من أربيل إلى دهوك والزميل بيوار داخاز. بيوار، مساء الخير وكل عام وأنت بخير. بيوار تسمعني؟ نعم ديما، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. ديما بالتأكيد يعني في هذه الفترة زيادة الإقبال على الأسواق وكذلك مسألة السياح أكثر الأمور التي تشهد انتعاشا خاصة يعني مع قرب الأعياد والمناسبات. محافظة دهوك في هذا القطاعين يعني قد وضعت خطط محكمة من أجل أولا مسألة الأسواق وانتعاش الأسواق ومراقبة الأسواق وموضوع السياحة. لكن على موضوع الأسواق، اللجان المخصصة لمراقبة الأسواق باشرت بعملها يعني منذ أيام، وهي تقوم بمراقبة الأسواق حيث في محافظة دهوك الأيام التي تسبق العيد تسمح السلطات المحلية للباعة المتجولين بافتراش الأراضي والشوارع وحتى الأرصفة بالسلع والبضائع، وتكون هناك نوع من التسهيلات من قبل السلطات المحلية في دهوك للباعة المتجولين. عادة يعني يتزايد الإقبال على شراء مستلزمات العيد من مأكل، من مشرب إذا كانت هناك مواد أخرى، لكن في الوقت نفسه هناك مراقبة يعني مشددة من قبل اللجان الخاصة من حيث يعني مراقبة الأسعار أو مراقبة المواد التي انتهت صلاحياتها أو اقتربت من انتهاء صلاحياتها، وأيضا مواضيع بيوار. أيضا يوم أمس كان هناك تجديد من قبل محافظ دهوك وأيضا يعني نداء إلى الأهالي بالتبليغ عن حالات الذبح الأضاحي في المنازل أو في أماكن غير المخصصة. يعني ما هي آخر الأخبار حول هذه المسألة؟ نعم، يعني بحكم أن نحن حاليا في وقت تنتشر فيه الكثير من الأمراض يعني الحمى النزفية والكوليرا إضافة إلى كورونا، لذلك يعني تشدد السلطات في دهوك كما في باقي محافظات إقليم كردستان على بعض الإجراءات والتدابير الوقائية خاصة في مسألة ذبح الأضاحي. يعني سبق وأن أعلنت اللجنة الصحية في محافظة دهوك وأصدرت تعليمات بشأن ذبح الأضاحي وخصصت أماكن خاصة لذبح الأضاحي ومنعت يعني هذه المسألة داخل الأزقة والأحياء السكنية. اليوم أيضا يوم الجمعة شددت اللجنة الصحية من خلال مديرية الأوقاف ومن خلال المساجد بحيث يكون موضوع اليوم في المساجد خطبة اليوم هي التعليمات حول ضرورة الالتزام بهذه المسائل الوقائية خاصة يعني نحن نعلم أن موضوع الأضاحي أحد الشعائر الدينية لدى المسلمين، لكن بالرغم من هذا يعني شددوا على ضرورة الوقاية والالتزام بالتعليمات وعدم ذبح الأضاحي في المنازل وفي الأحياء السكنية. بيوار، هناك أكثر يعني من تساؤل، لكن الوقت بدأ ينفذ خلال هذه النشرة. يوم غدا إن شاء الله ستكون أيضا متواجد بتغطية حول أجواء العيد. شكرا جزيلا لك بيوار.